الواد بيضرب عليا قبل انا ايوه موت يا ايه يا هبل طبعا انا اسمه خلي بالك بس انا بقول ده انا ببص عليك يا مغفل الو ايه يا جدعان اللي خد من قدام السلاح يا جدعان كله مبسم يا اسطى بتاعي يا اسطى ده انا واخد منه الطلق وباخد السلاح يا اسطى خلاص في ناس تانية من الناحية التانية ما تقلقوش مش قلقانين احنا ما تزعلوش يعني على الكلات يا عم ده هو بيتكلم على السلاح ده بيصيح ده اعمل له ميوت اسكت يا ربي يتلو اسمي سبيرت انا ولا ايه ولا ايه يا ابني الجزمة خلينا كده نتحول على البشرية انا مخنوق منها كتير خدعتني صح يا ليدر؟ فين ده ليه ده del colme tane انت اللي ماسك الشوت جن ولا هو اصلا؟ انا ليش تعمل ايه هنا انت الاخر؟ اتفشخ من انت معاك حد؟ watch out خدتني يا اسطى انا Thank you.
هذا هاتوا البوكسات هاتوا هذا اذبحوا هذا في ايه بقى؟ افنشك يعني هو ده يبش ردي يبش ردي يبش ردي الحمد لله رحمكم الله يا سلام طلبت يا سلام طلبت بأمانة ايه يا عم انا عملت حاجة ان باع الجيم ده انا نرم الشجوان انت قلت نفس الموت اللي انا من نفس الحال من نفس الوقت الواد بيضرب عليا يا جبنة انا موت يا ايه يا هبل كمان اسمه خلي بالك ها بس ده انا ببش عليك انت عبيطه هو اي كلام بتقال تعالى يا عم امسكني يا عم يا عم انا تعبت نفسيا بقولك مش عارف الناس ابو كسات الله فسمع الكلام بتموت نفس الموت يا اخي كده يعني عادي جلاب انا عايز اعرف اسمها اجيبه ازاي علشان بتقول له كامبور هو انا مش لاقه بالاصل بس جبتها طب صحيني عشان هرقع بالصوت ربنا الواد ده طلع يا بابا في واحد في وشنا ها يا بنتي طلقة واحدة اقسم بالله طلقة لازم تفنش لازم تفنش انا هدخل جوه بقى صحوني بقى يا ابني اللي بقى يا ابني نفسي هايل طب على الهادي يا بوبا احنا لو خدنا نداية واحدة هنتفرتك حرفيا يعني عليك يا ابو قاسم ربنا يرحمك يا ابو فاكرني هتيجي من الكلب اللي ورا يا ابن الله قاسم